الشهر يعني. بمناسبة يوم المرأة العالمي قامت جمعية نساء سوريا بالتنسيق مع مجموعة الكتارو دليبو بحفل لتكريم النساء الشهداء وزوجات المفقودين وزوجات المعتقلين وكادر الجمعية. والحمد لله رب العالمين قدمنا لهم درع زائد مبلغ مادي، ونحن وقفنا جنبهم لحتى نقوي لهم معنوياتهم لهالنساء هذول. تزامنا مع هذا الحفل التكريمي في المنظمة، فهو اليوم العالمي لتكريم المرأة، فكان كتير بادرة رائعة وجميلة أن تحتفل هذه المنظمة في المرأة وتكريم النساء العاملات فيها. طبعا المرأة في ظل الثورة أصبح إلى دورة الفعال جدا في المجتمع، ويعني مشكورين على تكريمهم في هذا اليوم. والله كانت فرحة لا توصف، فالمرأة دائما هي الأولى في الأولى، لكن بالمنطقة الحرة صار لها وزن أكبر، لأني عم تعمل أكثر، عم تطلع مظاهرات وبتشارك في الاحتفالات اللي هي كانت تحلم فيها، فهذا كان حلم من أحلام المرأة إنه تتكرم، والحمد لله تكرمنا بوجود أستاذ علاء، وشكرا لكل من ساهم من نساء سوريا وأستاذ علاء في هذه الحفل الكريم.